بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن محاضراتنا لمادة الاتصالات موضوعنا اليوم راح يكون حول Satellite and Wireless Communication, Satellite Network Fundamentals. People need access to high-speed voice, video and data application wherever they happen to be. يعني عادة ما الإنسان يحتاج أن يتواصل من خلال الcommunication system ويستخدم high-speed voice, video, or data application when ما يكون متواجد. لكن مصطلح when ما يكون متواجد wherever they happen to be هذه مو من السهولة أن تحققها عمليا بالتغطية الأرضية. يعني مثال عملي على ذلك شبكات الموبايل. نلاحظ أنه شبكات الموبايل هي شبكات أرضية تغطي مساحات من المدن أو البلد كامل, لكن بالحقيقة أكو مكانات كثيرة غير مأهولة بالبشر ما تغطيها الشركات على اعتبار أنه هذه اعتبار لا يوجد مستخدم في هذه المناطق. وحتى المناطق الصعبة التغطية تكون بها مناطق اللي تكون حدودية بين الدول, مناطق الصحراوية أو المناطق اللي تكون الظروف المناخية مالتها كل الصعبة, مناطق حارة جدا, مناطق باردة جدا. لذلك هاي المناطق صعبة أن توفر لها تغطية أرضية حتى يقدر البشر يتواصل بين استخدام هذه الشبكات الأرضية. هنا يبرز دور أنه نحتاج الساتلايت كوميونيكيشن لأنه مواصفات التغطية مالته تختلف عن تغطية الشبكات الأرضية. Satellite connectivity has the power to derive communication advance across a broad range of industries and geographics. يعني ما معنى الساتلايت راح ينطينا تغطية أوسع لمناطق أبعد ونحصل تغطية أسهل مما أنه تكون بالشبكات الأرضية. الساتلايت كوميونيكيشن راح يوفر لنا أنواع متعددة من الاتصالات عادة ما تكون صعبة نغطيها بالتغطية بالشبكات الأرضية, مثل الاتصالات البحرية بين السفن اللي هي عادة ما تكون, أو بين السفن والمحطات الخاصة بها تكون هي في مناطق واسعة من البحار اللي من الصعب تغطيها بالشبكات الأرضية. انترنت أكسس فور ريموت للمناطق اللي تكون بعيدة وغير مأهولة, والكلاس رومز أو التعليم في المناطق الريفية أو القرى اللي غير مأهولة بالتغطية الأرضية, وكذلك في مناطق عمل شركات البتروليوم اللي تكون مناطق بعيدة وصعبة التغطية الأرضية بعض الأحيان. فلذلك الساتلايت أبليكيشن راح تنطيني تغطية لهذه الأنواع من الاتصالات اللي تكون من الصعوبة أن توفر لها تغطية أرضية. Every satellite application achieve its effectiveness by building on the strength of satellite link. يعني ما معنى كل نوع من الاتصالات راح يكون يؤدي هدفه أو الغرض من خلال التغطية أو التواصل أو قوة التغطية اللي خاصة به ضمن المنطقة. Satellite is capable of performing as a microwave repeater for the earth station that are located within its coverage area. هنا هاي العبارة جدا مهمة انه احنا نفهم من عتها انه هذا الساتلايت شنو شغله, شنو وظيفته, هل هو يبثلنا من عنده, هل هو ينطينا المعلومة من عنده. بالحقيقة عمل الاساسي هو ريبيتر, يعني يعيد ارسال الاشارة او يقوي الاشارة اللي هي عادة ما تبث من محطة ارضية موجودة على الارض. هاي المحطة الارضية تمتلك التواصل مع الكونكشن اللي عادة ما يكون من خلال انترنت او خدمات اخرى مع الانترنت تقدم. فتكون هناك اكو محطة ارضية, وظيفة هاي المحطة ارضية ترسل الاشارة الى الساتلايت. هذا الساتلايت من خلال وجوده في مدار خاص حول الكرة الارضية راح يغطي مساحة من الكرة الارضية, فيعكس هذه الاشارة, يقوي هاي الاشارة, يعيد ارسال هذه الاشارة لهاي المنطقة حتى تقدر تحصل هاي الخدمة اللي هي موجودة بالقرب من المحطة الارضية واللي هي بعيدة جدا عن المنطقة اللي يبث بها القمر الصناعي. اذا هذه هي وظيفة القمر الصناعي الاساسية, انه يسوي عملية ريبيتينج الى الاشارة اللي تبثها المحطة الارضية. على ضوء هذا نقدر نصنف الساتلايت حسب المدار اللي يدور به الى ثلاث مدارات. المدار الأول اللي هو Low Earth Orbit, وهذا المدار حقيقة يبعد عن الكرة الأرضية بحدود 160 إلى 2000 كيلومتر. الساتلايت يحتاج تقريبا بحدود 1.5 hours for full orbit, وبالحقيقة بما أنه قريب على الكرة الأرضية فمنطقة التغطية مالته راح تكون
صغيرة، ما معناه نحتاج عدد من الستلايتس حتى نقدر نغطي كل الكرة الأرضية. النقطة الإيجابية اللي بي إنه latency راح تكون قليل. شنو يعني latency؟ latency is the time between the moment a packet is transmitted، معلومة راح تندز، الزمن اللي يستغرق حتى ندز المعلومة من مكان وتستلم في المكان الثاني. إذن latency is the time between the moment a packet is transmitted and the moment it's reach it is destination. هذا الزمن راح يكون قليل بالنسبة للو ايرث اوربت على اعتبار انه قريب. الاوربت الثاني اللي هو الميديوم ايرث اوربت، هذا الميديوم ايرث اوربت هو بالحقيقة بين اللو ايرث اوربت وبين الابعد اللي هو جيو ستيشنري اوربت، وهذا بالحقيقة ياخذ تقريبا من الاطراف، من الاطراف الشمالية والجنوبية، شكل الاليبتيك، يعني ما معناه راح يكون بشكل بيضوي. والتطبيقات الأغلب اللي على هذا الأنواع من الستلايت ضمن هذا المدار هي الجي بي اس نافيجيشن سيستم، يعني أجهزة تحديد الموقع الجغرافي أو تعقب المكان الجغرافي، هذه كثيرا ما تستخدم بهذا المكان. الأوربت الثالث واللي هو المهم اللي هو الجيو ستيشنري. كلمة جيو ستيشنري يعني تنطي انطباع أنه هو ثابت، بالحقيقة أنه هذا الجيو ستيشنري أوربت هو من أهم الأوربتس اللي موجودة بميزات مهمة. أول نقطة أنه هو يبعد عن سطح الكرة الأرضية بحدود 35786 كيلومتر، يعني بحدود 36000 كيلومتر. هذا الأوربت الساتلايت اللي بيحتاج حتى يكمل دورة كاملة يحتاج 24 ساعة، ما معناه راح يكون يكمل الدورة مالته نفس دوران الكرة الأرضية، ما معناه راح يفتر بالنسبة للكرة الأرضية وكأنما ثابت على اعتبار أنه اثنيناتهم يحتاجون نفس الفترة الزمنية حتى يكملون دورة كاملة. وهي النقطة الإيجابية بالستيشنري أوربت اللي تخليه this make its appear to the earth station as a fix in the sky، وكأنما ثابت. لذلك هنا الدش اللي راح نخليه يستلم من هيتشي مدار راح يكون ثابت، ما احتاج انه يتحرك، بينما بالمدارات الاخرى نحتاج بعض الاحيان الى تعقب للقمر الصناعي حسب الدوران مالته والموقع مالته. فهي ميزة مهمة جدا بالجيو ستيشنري اوربت. The majority of commercial communication satellites operate in this orbit، لأن هاي النقطة الإيجابية خلت أغلب الاتصالات التجارية راح تكون بهذا الأوربت. طبعا بما أنه هو بعيد فالليتنسي مارتلية راح تكون عالية، وهي واحدة من الديسادفانتج. Geostationary orbit can cover nearly one third of the earth surface، يعني ما معناه بما أنه مسافة بعيدة فراح يقدر تكون تغطيته بحدود ثلث الكرة الأرضية، يعني كل قمر صناعي راح يقدر يغطي ثلث الكرة الأرضية أو سطح الكرة الأرضية، وهذه نقطة إيجابية أنه إحنا نقدر بثري ساتلايت نقدر نغطي كل الكرة الأرضية. أوربت مثل ما نشوف كل واحد بميزات تختلف عن الآخر وكذلك بديس أدفانتج. بالنسبة لللو نلاحظ أنه latency time مالته يكون قليل، لكن المشكلة مالته التغطية مالته قليلة. كذلك الجيوستيشنري التغطية مالته واسعة لكن latency مالته time، فهذا نسميه عادة تريد اوف بين الميزات وبين الديسادفانتج. اللي خلال هذه الصورة انه نشوف وجود هذا الاوربت، هذا هو اللو ايرث اوربت اللي هو اول واحد ويكون قريب على الكرة الارضية، بعده يجي تقريبا الميديوم، بعد ذلك يجي الجيوستيشنري، ونلاحظ ان الجيوستيشنري بحدود 36000 كيلومتر يبتعد عن سطح الكرة الارضية. بالنسبة للفريكونسي باند كذلك تقسم إلى مبدئيا إلى 3 باند. الباند الأول هو السي باند، الحقيقة هذا السي باند الأبلينك مالته بحدود 5.9 إلى 6.4 جيجا هيرز، والداونلينك مالته بين 3.7 إلى 4.2 جيجا هيرز. شنو معنى أبلينك وشنو معنى داونلينك؟ أبلينك معناه التردد اللي يستخدمه حتى يرسل المعلومات للقمر الصناعي، والداونلينك هي الترددات اللي يستخدمها في الاستلام من القمر الصناعي. السي باند حقيقة يستخدم هواية بالكوميونيكيشن بالداتا كوميونيكيشن، والميزة اللي بي انه بما انه الباور مالته تكون قليل يحتاج لنا دش بحدود ال 1.8 متر، وهذا يعتبر كبير قياسا بالانواع الاخرى. اضافة الى ذلك النقطة الايجابية اللي بي انه هو تأثره بتقلبات الجو تكون قليلة، يعني لو كانت اكو مطر او جو متغير فذاك الوقت فبهاي الحالة راح يكون التغييرات اللي تحدث عليها قليلة جدا. الباند الأخرى اللي هي الكيو باند، هذه كيو باند الأبلينك مالت 14 جيجا هيرتز، والداون لينك بين 10.5 إلى 12.5
7.5 جيجا هيرز. طبعا الكيو باند هذه عادة ما تستخدم for customer أو enterprise connectivity، يعني للاستخدامات الشخصية أو الاستخدامات الشركات الوسط أو الشركات الميديوم رينج. وهذا عادة ما بما أنه الفريكونسي مال تعاليف راح يكون نحتاج إلى أنتنة بحدود 0.9 إلى 1.2 متر، يعني much smaller than the C-band. ميزته أنه هو يتأثر بالتقلبات الجوية أكثر مما بالC-band. الباند الأخيرة أو الباند الثالثة هي الKA باند، هذه هنا تستخدم ترددات عالية بحدود الأبلينك 26.5 إلى 40 جيجا هيرز، والداون لينك بين 18 إلى 20 جيجا هيرز. أكثر استخدامات هذه الباند هي للاستخدامات العسكرية، لأنه هنا نلاحظ أنه الدش بحدود 60 سنتيمتر إلى 1.2 متر، وعادة ما تأثرها جدا قوي بتقلبات الجو أو بالتغيرات اللي تحدث بالطقس. بالنسبة لتطبيقات الساتلايت كثيرة جدا وواسعة، من عندها التجهيز بخدمة الانترنت، من عندها الاتصالات البحرية، ربط الشبكات الموبايل، الربط الأساسي بين الدول عادة يتم عن طريق الساتلايت كوميونيكيشن، ربط بالنسبة للإنرجي وشركات الطاقة، الغاز والأويل، وبالتعليم، وبكثير من التطبيقات اللي نستخدمها بالديزاستر ريكفري والإمرجنسي بحالات الطوارئ وبحالات الزلازل والمشاكل الطبيعية. نستخدم الساتلايت كوميونيكيشن لاعتبار انه ما راح تكون متاحة عندنا الشبكات الأرضية. واحد من أهم تطبيقات الساتلايت كوميونيكيشن أو من طرق التواصل مع الساتلايت كوميونيكيشن حتى نحصل خدمة الانترنت راح تكون عن طريق الفيسات نتورك. Small station with antenna in order of 1.2 to 1.8 meter have become very popular under acronymic VSAT communication. حقيقة الـ VSAT هو مختصر الـ Very Small Aperture Terminal. هنا الـ VSAT شنو معنى؟ معناه أنه إحنا من خلال equipment بسيطة اللي هي عبارة عن outdoor، جزء خارج البيت وجزء داخل البيت، بسيط جدا نقدر نربط مع الساتلايت ونقدر ناخذ خدمة الانترنت، فهذا نسميه Very Small Aperture Terminal، راح نقدر نتواصل معه ونحصل خدمة الانترنت. طبعا الـ VSAT Equipment راح تكون مقسمة إلى جزئين، جزء اللي هو A Network Typically Consists of Large Earth Station، يعني هاي المحطة الأرضية اللي عادة ما هي تشير بعض الأحيان نسميها Teleport، واللي عدها equipment أساسية وequipment تكون خدماتها عالية المستوى وسريعة، تربط بخدمة إنترنت سريعة موجودة في دول مخدومة بالإنترنت الإنفراستراتشر الجيدة. راح تكون هذه ترتبط بها المحطة الأرضية هي اللي تبث للساتلايت، وعن طريق هذا الساتلايت بالإكويبمنت اللي احنا نسميها VSAT راح نربطها بالبيت أو بالشركات أو بالمؤسسات الصغيرة وتقدر تاخذ خدمة الانترنت. إذن مقسومة إلى جزئين، الجزء الأول اللي هو المحطة الأرضية اللي تبث، والجزء الثاني اللي هو يمثل الـ VSAT communication اللي نربطه بالمكان اللي نريد نستلم به. الـ VSAT راح يقسم إلى جزئين، outdoor و indoor. الأجزاء اللي هي تكون outdoor بالحقيقة اللي هو أولا الأنتنة أو الدش، وإضافة إلى ذلك الـ Low Noise Block Converter الـ LNB، إضافة إلى الـ Block Up Converter الـ BUC. عادة بمنظومات الإنترنت نلاحظ 2 كيبل نازلة، مو نفس استخدامات الـ TV Dish اللي عادة ما ينزل من عنده كيبل واحد، لأنه بالـ TV Dish اللي نربط عليه الـ Satellite Receiver بالنسبة للـ TV راح يكون عندنا فقط LNB، يعني ما معناه احنا فقط نستلم مندز، بينما بمنظومات الانترنت راح يكون عندنا جزئين، الـ LNB اللي هو نستلم به والـ BUC Block Up Converter اللي نرسل به المعلومات. طبعا الـ LNB هو Converter amplifies the receive signal and down converting the satellite signal to the L band اللي هي بحدود 950 ميجا هيرز إلى 1550. وظيفته راح يكبر الإشارة المستلمة وينقلها إلى الـ L band، بينما الـ BOC راح يسوي عملية amplification للـ uplink حتى يقدر يرسلها. الاندور هذه الاوتدور اللي تكون خارج البيت، الاندور اللي هي تكون داخل البيت راح نحتاج equipment، عادة ما هو يكون جهاز hub system
او بعض الاحيان يسموه مودم او نتورك اكويبمنت. هذه راح تربط للكيبلز اللي نازله اللي هي جايه من ال ام بي والبي يو سي، وعن طريقها راح نقدر ناخذ كيبل ايثرنت او كيبل بي اس تي ان نقدر نربطه للنتورك الخاصه بينا، ونقدر نربط عليها البي سي او الفويس كول او الفيديو كونفرنس. هذا المخطط يبين لنا الشبكه بصوره عامه. هذا الجزء اللي يمثل المحطه الارضيه او التليبورت اللي مثل ما قلنا تكون مربوطه بشبكه انترنت تكون مستقره وسريعه، شيء طبيعي. هنا عندنا عاده ما يسموه البي سات هب اكويبمنت اللي موجوده كل الاجهزه اللي تمكن المحطه الارضيه تبث عن طريق الهواء الخارجي للساتلايت اللي هو عاده ما قلنا يكون في احد المدارات، واغلب الاحيان يكون في الجيوستيشنري اوربت. هنا راح يكون عندنا الفيسات، هذا هو الجزء الفيسات. الفيسات مثل ما قلنا يتكون من جزئين اللي هو اوت دور اللي يضم الانتنا والبي يو سي والال ام بي، وهذا مثل ما قلنا بما انه بالجيوستيشنري فهذا الانتنا او الدش ما يحتاج يفتر وانما راح يكون ثابت فقط يحدد مكان الساتلايت. ثم بعد ذلك راح يكون عنده التو كيبلز اللي هي تكون البي يو سي نازله من البي يو سي والال ام بي ترتبط بهذا المودم اكويبمنت عن طريقه راح يقدر يحول لنا هذه الخدمه الى الايثرنت كيبل او البي اس تي ان، ونربط الى الشبكه الداخليه بحيث نقدر نربط عليها النتورك العاديه، نقدر نربط عليها الأجهزة اللي هي من قبيل البي سي والفويس كول والفيديو كونفرنس حتى نقدر نحصل خدمة الانترنت. بالنسبة للوايرلس كوميونيكيشن، بالحقيقة مبدأ الوايرلس هو استخدام للإلكترومغناطيك ويف بالاتصالات بدل أن نستخدم الوايرينج. الوايرلس بصورة عامة تعطي مرونة عالية بتوزيع الشبكة، لكن شيء طبيعي بالمقابل أكو مشاكل ترافق الوايرلس من قبيل النويز وتأثيرات الجو أو الإشارات اللي موجودة بالجو عليها، لكن الوايرلس بصورة عامة أدى دور واستخدامات واسعة بالحياة، وبدأ من التليفون اللي تبدلت بين التليجرام واللتر، بعد ذلك تحول إلى تيرم الموبايل اللي هو يمثل لي فد نقلة أو تغيير واسع في عملية الكوميونيكيشن، بحيث أصبح تأثير الموبايل أو الموبايل نتورك واسع في حياة الاجتماعية، والديماند على الموبايل تقريبا زاد من 25,000 بال 1984 إلى حدود 3 بليون في 2007، والزيادة مستمرة. بالنسبة للترددات اللي موجودة بالوايرلس، هذه مثل ما ذكرنا في محاضرات الفصل الأول أنه هي تقسم إلى مجموعة من الترددات، وهذه مجموعة من الترددات ضمن حزمة الطيف الكامل للوايرلس تكون بها استخدامات محددة حسب الترددات اللي موجودة. طبعا من الاستخدامات الواسعة للوايرلس هي شبكات الموبايل وشبكات الجي بي اس اللي تستخدم بتحديد المواقع، وكذلك الكوردلس كمبيوتر اكويبمنت اللي عادة تكون نستخدم بعض الأجهزة اللي تكون وايرلس كونكشن مع الموبايل مثل الوايرلس ماوس والوايرلس كيبورد وكثير من التطبيقات الأخرى، إضافة إلى بعض الاستخدامات اللي هي تو واي راديو، بيبي مونيتورينج، ساتلايت تلفزيون، إضافة إلى الجي اس ام اللي يمثل هو ديجيتال موبايل تليفون سيستم اللي يستخدم عادة في الدول الأوروبية ودول أخرى من ضمن العالم. لهنا انتهت محاضرتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.